عشان نبدأ بإذن الله على خير يعني إن شاء الله يعني. فالكورس طبعاً زي ما أنتم عارفين هو بايثون هاندلينج داتا أو هاندلينج داتا وذ بايثون، اللي هو إزاي نعالج البيانات ونتعامل مع البيانات من خلال البايثون. الكورس الكور بتاع الكورس هيبقى إن شاء الله في موضوع الداتابيز، عايز ان هو الموضوع اللي دائما هو الاكثر في العمل وبيستخدم على مستويات الويب، على مستويات الموبايل ابلكيشن، على مستويات الديتا اناليسيز، على مستويات يعني المختلفه، على مستوى الاي اي، على المشين ليرنينج، على غيره. كل المستويات لازم يكون في بيانات، في انفورميشن، ولو ما فيش معلومه فالموضوع فيش انت يعني. احنا بنعمل كل القصه دي كلها عشان المعلومه اساسا. فمش مجرد المعلومة اللي هي المعلومة ان هو variable بحط فيه value وكلام من ده، لا احنا بنتكلم على ان البيانات تفضل محفوظة بحيث ان احنا نقدر نعمل processing ونرجع تاني نشتغل عليها ونرجع تاني نشتغل عليها الى اخره. تمام. طيب، فالقصة المفترض لو احنا مشينا كده، احنا يعني كده يعني رفل كده، طبعا هناخد الفايلز اول حاجه هنتعلم معاها عليها ازاي نتعامل مع الملفات، ملف نكتب جواه نقرا منه، نغير اللي فيه، نضيف عليه، نحذفه، مش عارف ايه، التعامل مع الملفات يعني. وهنركز طبعا هناخد على السريع الاكس ام ال، مش عايز افرد لها وقت كتير لان ما هياش بالاهميه بمكان يعني، على قد ما الجيسون هناخد لها وقت مفصل شويه. وشغل الداتابيز هناخد في الداتابيز، طبعا انا هقول لكم انا محضر ايه، ومش معنى على فكره الكورس ان انا محضره هو اللي لازم يمشي على الناس. لو الناس اقترحت حاجه اضافيه او نشيل حاجه معينه مش مهمه بالنسبه لهم او كده، ما عنديش اي مشكله خالص في ان احنا نعمل ده، بحيث ان الناس توصل لاكثر ايه افاده ممكنه من الكورس في اتجاهاتكم المختلفه. فالداتابيز دايما احنا بنقسمها في الغالب الى السيكوال داتابيز او الريليشنال داتابيز، اللي هي بقى عائله الماي سيكوال والاس كيو ال سيرفر والاوراكل داتابيز والبوست جريز والكلام ده، كلهم ريليشنال داتابيز. تمام. انا اخترت منها ان اقوى واشهر حاجه موجوده، اكتر حاجه في السوق يعني منتشره، ماي سيكوال. طبعا عايزين نغيرها ما عنديش مشكله، يعني عايزين نتكلم مع البايثون مع الاوريكل ما عنديش مشكله، عايزين نتكلمها مع السيكول سيرفر ما عنديش مشكله، عايزين نتكلمها مع اي نوع من الريليشنال داتابيز ما عنديش مشكله. تمام، زي ما انتم تحبوا يعني. الداتابيز الحديثه بناخد منها واحده مثلا من الانواع اللي موجوده عشان الناس تبقى شافت دي وشافت الفرق ما بين دي وما بين دي. اشهر واحده في السوق في الانواع الحديثه اللي هي سواء كانت دوكيمنت داتابيز او كي في داتابيز او كولوم داتابيز او جراف داتابيز، اشهر واحده موجوده في السوق كاستخدام في العادي في الارض يعني. المونجو دي بقت منتشره وفي الشركات كتير وكلام من ده، ولذلك انا قلت يبقى دي اشهر واحده من الحاجات الحديثه، ودي اشهر واحده من الحاجات اللي هي الريليشنال يعني. حلو جدا. ده بالنسبه لنا المستوى الاساسي من الكورس. المستوى الاساسي في مستوى ادفانسد في نفس الكورس، انا بس بقول اللي عندي وانتم برضو هتناقشوني، نشيل دي نحط دي مش مشكله، ممكن نغير دي، ما عنديش اي مشكله في الكلام ده كله يعني. المستوى الاعلى ان شاء الله هنشتغل على حاجه اسمها باي سبارك، وده موضوع مهم جدا ومستوى عالي جدا. الباي سبارك بتشتغل فيه لان هو بروسيسنج عالي وبارل بروسيسنج، وبيشتغل على موضوعات البيج داتا وموضوعات الداتا ساينس وموضوعات اللي هي الحديثه قوي، فهيبقى موضوع مهم هنركز فيه برضو. على طبعا هناخد فيه انترودكشن وبعد كده يعني هنتعرف عليه ونتعرف هو بيعمل ايه وبيفيدنا في ايه، وبعد كده هناخد باي سبارك. هو اسمه سبارك بس هو باي من بايثون يعني، خلاص بايثون سبارك يعني 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 يعني، لان طبعا سبارك بيتكتب اكتر من لغه، من جافا بيتكتب بسكالا بيتكتب ببايثون، فالبايثون نازله باي سبارك. هناخد باي سبارك اس كيو ال،
باي سبارك اس كيو ال عشان ناخد الشغل بتاع الداتا بيز. طبعا ده اتمنى ان احنا نقدر كل ما نوسع وقت الجزء الادفانسد ده كل ما ده كان بالنسبه لنا افضل. كل ما قدرنا نوسع وقت ده لان ده هيخش في حاجات تفاصيل ممكن تكون مش معروفه وحديثه ومجال عملها مفتوح جدا والناس في الشركات بتطلب لان مش يعني مش معروف لسه. يعني ايه؟ يعني الشركات تيجي تقول لك انا عايز اعمل سيستم كبير جدا اي ار بي سيستم كبير يستحمل ويعيش معايا سنين من غير ما يعمل مشاكل ويبقى سريع ومش عارف ايه. هو الطلبات دي معناها انك تشتغل حاجه من الحاجات اللي هي زي السبارك ده طلباته يعني. بس هو ممكن يكون مش عارف فبيلجأ له الخبراء اللي هم مش فاهمين برضه بعض الاحيان فبتبدا الدنيا تتلخبط شويه. لكن هو ده الشغل اللي بيعمل اللي بيشيل بيانات لان انا ان شاء الله كمان اديكم فيها هايب ده نوع من انواع الداتابيز برضه الحديثه اللي بتشتغل كبيج داتا بحيث يبقى معاك ازاي السبارك سرعه قويه جدا في التعامل مع البيانات. اسرع حاجه متهيألي موجوده دلوقتي حاليا في التعامل مع البيانات لان فكرته هي احدث حاجه موجوده في التعامل مع البيانات بسرعه. وناخد داتابيز من الداتابيزز اللي هي تعتبر من الداتابيز بتاعت البيج داتا يبقى انت كده بتتعامل مع يعني اي ابلكيشن بعد كده تبني ضخم زي الحاجات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا زي الحاجات دي يبقى انت كده معاك سيستم تقدر تبنيه وانت مستريح. تمام. والجزء الاخير اتمنى من ربنا نقدر نوصل له اللي هو الريست فول اي بي اي. ان الريست فول اي بي اي لما ان شاء الله ناخده ده هيفتح لك باب تاني خالص اللي هو هيفتح لنا المرحله اللي جايه في الكورس اللي بعد كده اللي هو طيب انا عرفت اتعامل مع الحاجات دي كلها انا عايز موبايل يكلم الكلام ده او عايز ويب يكلم الكلام ده او عايز يعني اي شيء يوصلني للبيانات دي والمعامله دي بالكود اللي انا كاتبه هتبقى دي هي الجيت اللي هتوصلنا للفكره دي ريستفول اي بي اي ازاي اقدر اوصل تمام للكود اللي انا كتبته تحت اللي هو بيضيف البيانات. طبعا في عمليات اساسيه هي الاساس في العمليات كلها يعني في عمليات الداتابيزز كلها اللي بنسميها احنا كراد تختصر في كلمه كراد اوبريشن. الكراد اوبريشن اللي هي كرييت يعني الاضافه والريد ريال رايت واليو اللي هي الابديت التعديل والدي اللي هي الديليت اللي هي العمليات الاساسيه من اضافه وتعميق وتعديل وحذف وبحث. هم دول العمليات الاساسيه من الاخر كل اللي بيحصل على البيانات. فانا خلاص عايز بعد كده انا عملت مثلا اضافه موظف فانا عايز الابلكيشن بتاع الويب او بتاع الموبايل يضيف الموظف او يعدل بيانات الموظف او يحذف بيانات الموظف او يبحث عن موظف او خلاص كده انت قدرت تعمل كل العمليات الخاصه بالايه؟ بالشغل الاساسي. فريست فول اي بي اي هتبقى هي الجيت اللي تفتح للموبايل ابلكيشن يتكلم مع العمليات اللي انت برمجتها او يفتح للويب ابلكيشن يتكلم مع العمليات الاساسيه اللي انت عملتها. فهتبقى دي يعني اهم حاجه هتفتح لنا بعد كده نقول يا شباب هنبدا مثلا ان شاء الله المستوى الثالث هيبقى ويب ابلكيشن او يبقى موبايل ابلكيشن او ناخد الداتا اناليسز على اساس ان احنا برضه قريبين منها هنشوف احنا هنعمل ايه يعني ربنا يسهل قدام. لكن هيبقى خلاص انت كده المستوى بتاعك يعني من الاخر بتعرف تعمل الباك اند كامل انك بتعرف تعمل داتابيز بتعرف تعمل تكتب الكود بتاعها وتعرف تعمل عمليات اساسيه عليها وبتعرف تخرجها اي بي اي عشان يقدر يكلمها ويب سايت اخر او يقدر يكلمها ويب سايت انت هتعمله او يقدر يكلمها موبايل ابلكيشن انت هتعمله. مش عارف كلامي ده مفهوم ولا ايه الاخبار؟ طيب هو لا هو سبارك مش مصطلح خاص بالداتابيز هو مصطلح خاص بالبروسيسنج اللي بيتم على الداتابيز. تمام. في فرق ما بين الشغل اللي يعني العمليات اللي بتتم على الداتابيز وفي فرق ما بين الداتابيز ذات نفسها. الداتابيز ذات نفسها الحاجات اللي بتشيل بيانات ضخمه ومعالجه قويه وحديثه وسريعه اتكلم في الحاجات الحديثه زي المونجو دي بي زي الهايب. تمام. ممكن نبقى ناخد هنا هايب. تمام. دي ميدا داتابيز الحديثه اتكلم بقى في حاجات كده شويه الناس بتسمعها زي اتش بيز
زي مثلا ايه اورينت دي بي، زي حاجات كده كلها حديثه، مش الحاجات اللي هي المسموعه النورمال اللي هي ماي سيكوال سيكوال سيرفر اوراكل داتابيس كده، لا. فدول انواع نزلت جديده عشان تقدر تقول لك كاسندرا مثلا. حد يسمع عن كاسندرا؟ يعني اديكم نبذه، كاسندرا نوع داتابيز عملته شركه فيسبوك، تمام؟ لما جت عملت موقع الفيسبوك بدات الاول على بي اتش بي، تمام؟ وجت تربط مع ماي سيكوال، ها الموقع ما قدرش ينطق. الداتابيز الماي سيكوال مش قادره تشيل الكم الضخم جدا من البيانات اللي موجوده على مستوى العالم ده. فبدات تلجا ان هي عايزه فكره مختلفه. بدات تعمل داتابيز خاصه بيها سموها كاسندرا. والداتابيز دي بقى كانت قادره ان هي تقدر تحوي بقى البيانات الضخمه اللي موجوده على مستوى العالم اللي احنا شايفينها دلوقتي حاليا في الفيسبوك. كذلك مثلا اوراكل، مثلا اوراكل عملت كذا حاجه بصراحه. اوراكل مثلا كان عندها هي اللي بدات اصلا اللعبه اصلا كلها، وعملت داتابيز مثلا اتش بيس كانت من اول الحاجات، والاتش دي اف اس كان من اول الحاجات اللي ظهرت. لكن كان بقى الداتابيز نفسها خلاص بتشيل كم رهيب من البيانات، فاهمني؟ الداتابيز بالانواع المختلفه اللي نزلت في السوق، سواء زي كاسندرا زي هايب زي مونجو دي بي زي كل الحاجات الحديثه دي، بتشيل كم رهيب من البيانات. ازاي؟ ان شاء الله اغلبكم مشترك في كورس البيج داتا هيعرف ليه الفكره ان الجديد ده ماشي كده وبيقدر يعمل ده. فمش قضيتنا هنا، تمام؟ طب دي الداتابيز وحجم كبير من البيانات، طب وال هل ده يكفي ان انا يبقى عندي وعاء، عندي مكان بشيل فيه البيانات وبخزنها زي الداتابيز خلاص كده الدنيا بقت سريعه؟ لا طبعا، انت بلوه ثانيه. ازاي هقدر اعالج الحجم الرهيب جدا من البيانات دي؟ انا بقى عندي حجم كبير جدا من البيانات، اعالجها بسرعه ازاي؟ والا تخيل ان في واحد في بوست من معين من البوستس الموجوده على الفيسبوك، او يا عم على السيرش اللي هو موجود على جوجل، ما هو جوجل مبنيه كده، مبنيه كده، تمام؟ مبنيه على الفكر الحديث ده، مش مبنيه على الفكر القديم خالص اللي هو النورمال داتابيز اللي هي الريليشنال داتابيز العاديه، لا الكلام ده مش موجود. يعني وحتى الناس اللي بتفتي وتقعد تقول لك اوراكل شغاله كده وشغاله كل او قصدي جوجل ده كله فتي، تمام؟ لكن لا، اوراكل اصلا من 2000 هي اول شركه بدات فكره ان الكلام القديم ده ما يبقاش نافع، اللي هو مجرد بيزنس العاديه وبتعمل سيستمز عاديه. هل معناه ان هو مش نافع خالص؟ لا يا جدعان، موجود وموجود في الشركات وموجود في الشغل، بس موجود في حدود ايه؟ مثلا ابلكيشنز صغيره، برنامج اكاونتنج، برنامج اتش سي ام، برنامج بي رولز ومش عارف ايه، برنامج يعني البرامج اللي هي الايه الحلوه البسيطه دي، مش البيانات الضخمه قوي. ده موجود، تمام؟ ده موجود.